بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة الثالثة في مادة العلاج التحفظي بالنسبة لسنة ثانية. تكلمنا المرة فات على بعض الأشياء المتعلقة باستخدام الأمالغم في بعض المعلومات أو الأشياء اللي مفروض نحطوها في بالنا. كيف ما قلنا آخر حاجة على موضوع قلنا الزنك. عندنا زنك فري ألوي وزنك كونتينينج ألوي. وقلنا نستعمل الزنك او ما نستعملوش في حاله وجود صلايفة او موتشر. حكينا قلنا راهو وجود الاتش 2 او الاميه اللي موجوده في الصلايفة حيصير فيها تكسير وتفرز هيدروجين واكسجين، والهيدروجين حيدخل داخل الحشوه ويؤدي الى اكسبانشن او تمدد بعد وقت يسموه في ديليد اكسبانشن، وحيؤدي الى فراكشرز. النقطه الاخرى اللي هي امالجم كابسولز are powder and leak preparation and more hygienic. يفضل طبعا نستعمل الكابسولز لاعتبارات التناسب البروبورشن بتاعها، معناها موجود من المصنع نسبة الألوي ونسبة الباودر اللي هي نسبة الألوي ونسبة الميركوري أو الليكويد، هتبقى نسبة بشكل محدد وبطريقة صحيحة وتبقى مور هايجينيك. ما فيش امكانيه انك تلمس الميركوري او حد لك الحساسيه او اشياء معينه، والموضوع الهايجينيك مهم جدا، ولهذا يفضل نستعمل الامالجم كابسولز. وكما قلنا هو الان كل الامالجم كابسولز ما عادش في الامالجم النوعيه الاولى، لكن انت باعتبارك طالب طب اسنان في سنه ثانيه ضروري تعرف الاساس او الباك جراوند بتاع الامالجم. نجي النقطه الثانيه في المانيبوليشن. تكلمنا عن النقطه الاولى وانها موضوع البروبورشنيتنج ولا proportioning of alloy and mercury اللي هي عملية تناسب الالوي بالميركوري. الحين كيف ما قلنا احنا هذا الموضوع ما عادش يستعمل من ناحية لأن كلها عبارة عن كبسولات جاهزة، لكن ضروري نفهموا وش كانوا قبل نديروا، كيف كانت العملية. The amount of mercury should be enough to wet every alloy particle. أنت بعد تخلط الميركوري بالباودر ضروري تكون عندك نسبة معينة كافية من الميركوري باش تدوب كل جزيئات الالوي وتكون لك الكبسوله او تكون لك الخلطه هذه. نجوا مثلا لو في الخلطه درناها هذه لقينا الميركوري اقل شو بيصير، او لو لقينا الميركوري اكثر، لان هي خلطه بشريه الانسان هو اللي خلط فيها، ماهيش كبسوله جاهزه جايه من المصنع، هو عباره عن باودر عن الايكول في مكان معين او جهاز معين نديروا الخلطه هذه. لو ان الميركوري زايد اللي هو لس سوري ميركوري اقل لس ميركوري ان ذا ميكس ليدز تو، يؤدي لشنو؟ يؤدي الى نون كوهرنت اند فرايبل ميكس فاماجم. نون كوهرنت معناها غير متجانس، فرايبل هش عباره عن تلقاها حاجه مدششه او حاجه مرخيه، نقولها نون كوهرنت اند فرايبل ميكس فاماجم ديفيكلت اوف كوندنس، صعب تدير لها كوندنسيشن، اي حاجه مفتفته ماهيش متماسكه وتديرها كوندنسيشن داخل الكافيتي تبقى في صعوبه. ويك امالجم اند كورويدبل امالجم، والنهايه حيبقى امالجم ضعيف ويعتبر كورويدبل او امالجم يصير له كوروجن. اذا هذا في حاله الميركوري اقل. في حاله الميركوري واجد اللي هو اكسس ميركوري ان ذا ميكس ليدز تو ريدكشن ان ذا سترينث، ينقص القوه، انكريز اكسبانشن يؤدي لاكسبانشن اكثر واجد، decrease hardness الصلابة متاعها تكون أقل، increase flow and creep ويؤدي إلى زيادة في الفلو والكريب due to increase in قامته. ليش؟ لأن في قامته واجد. كل ما تكون الميركوري واجد حتبقى حتكون لنا قامته. قامته قلنا عبارة عن تن وميركوري. هذا بالنسبة لعملية البروبورشن اللي هو عملية تخليطها في بعضها. نجي النقطة الثالثة اللي هي عملية الترايتوريشن. الترايتوريشن اللي هي عملية تخليط الأمالجم وين في الجهاز اسمه أمالجميتر. شو نقول تعريف شنو الترايتوريشن لو قلناك عرفها؟ هي عبارة عن this refers to the process of mixing of alloy particles and mercury. هي عبارة عن process أو عملية تخليط الألوي particles مع الميركوري to produce coherent plastic and homogeneous mass of condensable amalgam. هي عبارة عن بروسيس أو عن عملية
ميكسينج الالوي بارتكلز، تخليط الجزيئات نتاع الالوي بالميركري تو بروديوس، تنتج كوهرنت بلاستيك اند هوموجينيس ماس. هي عباره عن تنتج ان كوهرنت معناها متماسك وهوموجينيس متجانس، عباره عن كتله متماسكه ومتجانسه من الامالجم اللي نبدا ندوله كوندنسيبل. قلنا اذا كان الامالجم الناتج ماهوش كوهرنت ماهوش هوموجينيس، شنت يبقى عندك صعب ديلا كوندنسيشن، لان احنا الفكره احنا ضروري ندروله عمليه كوندنسيشن في الكافيتا. ولهذا تريتوريشن هي عباره عن بروسيس اوف ميكسينج الالوي بارتكلز اند ميركوري تو برودوس كوهرنت بلاستيك اند هوموجينيس ماس اوف كوندنسبل امالجم. بالنسبه لعمليه تريتوريشن فيها اهداف او شنو الغرض نتاعها، ايمز اوف تريتوريشن، شنو الاهداف نتاع ليش ندور في التريتوريشن، ليش ما نجيبوش الماده نفتحوها علبه وناخذ منها كتله وعجينه معينه ونحطها في السم، ليش ندور لها في عمليه التخليط، تخليط لهدف معين، شنو اهدافها اللي هو يسموه فيه ايمز اوف تريتوريشن. اول نقطه تو جيت وركبل ماس، اذا كانك انت ما خلطتهاش مش حتحصل على كتله باش تقدر تشتغل بها. الكتله دائما بعد تكون حجم كتله تقدر تحطه وتاخذ منه جزء وتحطه كوندنسيشن، سهل الشغل بتاعها او عمليا. رقم اثنين helps to remove oxide layer from the surface of powder particles for contact and reaction between alloys and mercury. نحن في النهايه شنو نبو؟ نبو من خلطه من التريتوريشن ان احنا نبو نخلو الالوي او الليكويد هذا سوري الميركوري يدوب كل محتويات الالوي اللي هي الباودر. طبعا الباودر اللي جاي الباودر هذا هو عليه طبقه من الاكسايد او من الاكسيد، طبقه اسمها اكسيد لاير، طبقه من الاكسيد موجوده وين؟ موجوده على طبقه الباودر هذه الجزيئات. هذه ما تعطيش فرصه للليكويد السائل ان يدوب كل الباودر هذا، ولهذا عمليه الجهاز وحطها في الجهاز عمليه التخليط بشكل بسرعه معينه بقوه معينه يؤدي الى التخلص من الاكسايد لير الطبقه هذه، وتعطي فرصه اكثر ان يصير رياكشن او تفاعل ما بين الالوي وما بين الميركن. النقطه الثالثه او الهدف الثالث تو ريديوس بارتيكل سايز. هنا نعرفوا ان احنا عندنا الالوي قلنا عباره عن بارتيكلز، والبارتيكل هذه الجزيئات لها احجام، في حجم صغير متوسط كبير. احنا نتكلم عن حاجه تحت الميكروسكوب، لو خلينا الباودر الدقيق هذا وحطينا تحت الميكروسكوب حنشوف فيه جزيئات كبيره وصغيره ومتوسطه. دائما الجزيئات الكبيره صعب انك تجيب لها السائل هذا او الميركوري باش يدوبها، في يواجه في صعوبه. ولهذا الفكره من التخلطه هذه او من التريتوريشن ان تنقص لنا الجزيئات باش تساعدنا في التفاعل اكثر. النقطه الرابعه helps to dissolve the powder in the mercury، وفي النهايه يساعد او يخلي الباودر يدوب وين؟ في الميركوري. بالنسبه لل the amount of titration is functional of time، هي الجهاز هذا او الخلطه هذه اللي بنخلطوا فيها الامالجاميتر بنديروا بها التيتريشن، الخلطه هذه هي عباره عن شنو؟ عباره عن تايم وقت، عباره عن سبيد سرعه. طبعا التايم بال سواء كان بالثواني او بالمنتس، والسبيد اللي هي السرعه يقيسوا فيها ار بي ام معناها ريفوليوشن بير مينت، وبرشر اللي هو الضغط الجهاز في عمليه الطحن نتاعه او عمليه الخلط نتاعه بيؤدي الى ضغط اللي هو اف ال اي الفورس على الاريا، قوة اللي جاية على الاريا الموجودة في الجزيئات او حجم الاريا او المساحة بتاعة الجزيئات هذه بتاع البعض. must be standardized، طبعا في الجهاز هذه كلها اشياء ثابتة، يجينا الجهاز فيه وقت معين عبارة عن رص البطن على الجهاز نحتاج وقت هذا، السرعة بتاعها محددة وعملية القوة بتاعها في على الضغط على الماتيريال المحددة. هذه كلها ثلاث نقاط او 3 باراميترز العوامل هذه مثبته او محدده. If it is inadequate، اذا كان العوامل الجهاز صار فيها لخبطه او فيها عدم ستاندرزيشن او عدم تعديل مضبوط، شو بيؤدي؟ بيؤدي الى الامالجم اللي بينتج بتبقى في مشكله. شو هي المشكله؟ يا حيبقى اندر تريتوريتد معناها مخلط شويه، يا اوفر تريتوريتد مخلط هلبه او مخلط وجد.
وهذه تبقى في الإشكاليات موجودة. الحين المفروض نعرفه الآن، أنت الممرضة حتجيب لك الخلطة هذه تحطها وين في الكافيتي. المفروض الخلطة تقيمها، مرات تكون فيها مشكلة، يا تكون أندر تريتريتن إذا كان هي ما هيش بشكل صحيح، يا تكون أوفر تريتريشن. كيف نلقوها الأندر تريتريشن؟ إن إحنا ما خلطناش كويس، أو الوقت كان بسيط، أو القوة بسيط، المهم في مشكلة خلل. In this case some alloy particles، بعض الجزيئات، will remain covered with oxide with oxides and uncoated with mercury. بعض الجزيئات غير قادر الجهاز إنه يحولنا كل طبقة الأكسيد لير. إحنا قلنا بدري الهدف منه في التريتريشن إن إحنا بنتخلصوا من الأكسيد لير. إذا كان إحنا الجهاز مشغلش كويس، أو الوقت كان بسيط، أو فيه خلل، درنا شوية التريتريشن حيبقى الأكسيد لير، مش حنقدر نتخلصوا منها، ومش حيبقى الميركري عنده فرصة يدوب كل الباودر الموجودة. دس شو بيصير؟ دس ميكس، هذه الخلطة اللي طلعت will be dull and soft، حتبقى dull. كلمة dull معناها معتمة أو فيها تشويه معين، شكلها غير صحيح، وضعيتها غير ما هيش مضبوطة، وتلقاها soft، تلقى حاجة رطبة وضل شكلها معتم غير صحيح. The resulting amalgam will be weak، وفي النهاية الأمالجم اللي حطناها في الكافيتي حيبقى ضعيف، corrodible، حيصير لك corrosion، shows excessive expansion، حيؤدي في النهاية يصير لك expansion تمدد، ويؤدي إلى كلمة flow وكريب. وقلنا حنتكلمه بعدين، عمل معادلة شو معنى كلمة flow وشو معنى كلمة كريب. هذه كلها مشاكل حتصير وين في النتيجة، نتيجة الأندر تريتريشن. مرات في الامتحان أسرق نقول لك في الأندر تريتريشن صار كذا، النقاط هذه متعلقة بالأندر تريتريشن، النقاط هذه متعلقة بالأوفر تريتريشن، لو تكون عارف. نقول أوفر تريتريشن اللي هو خلطنا كيف الخلاط، تحط فيه مجموعة مكونات ونقول إحنا دوبنا واجد، اللي خلينا مميّن نسبة، خلطناه بشكل كبير جدا. هذه الفكره بتاع حتى احنا في الجهاز هذا اللي هو نحطه فيه في الامالجم، نقولوا شنو صار لنا حاجه اسمها اوفر تريتريشن، الخلطه جت واجده درناها واجد. This produces less plastic homogeneous coherent mix of amalgam، هيؤدي لنا الى امالجم اقل تجانس، homogeneous اقل تماسك، coherent، و also produces fast sitting and contracting amalgam، ويؤدينا في النهاية إلى أن sitting يصير بسرعة، يبس فيسع، يصير contraction، يصير انقباض واجد، و with highly and early يصير فيه انقباض كبير، ويؤدي إلى شنو؟ إلى high strength and smooth surface، يصير تصلب بسرعة، وطبقة متاعها تبقى سموث بسرعة، ما عادش تقدر تتحكم فيها أو تشكلها بأنك أنت بعدين عندك بدير كارفينج وبدير أشياء تانية. Therefore amalgam should be triturated as recommended by the manufacturer، ولهذا السبب ضروري أن التريتوريشن اللي رو أو تريتوريتد يكون حسب المواصفات اللي جاية من المصنع، أو حسب specification والمعايير المطلوبة إحنا نشتغلوا بها في الجهاز. The trituration of amalgam can be done either manually or mechanically. احنا تو نتكلموا على التريتوريشن اللي هو الخلطه، كيف نخلطوا الميركري مع الالوي، في تخليط يدوي وفي تخليط ميكانيكي. اليدوي اللي هو for manual trituration the mortar and pestle، اللي هو عباره عن اداه معينه تشدها وتقعد تطحن بها في او تخلط بها وين في وعاء معين، اللي هو المورتر والباستل، يسمونها مورتر باستل، حاجات قديمه يخلطوا فيها ويطحنوا فيها ويطلعوا بها خلطه، هذه ما عادش تستعمل الان. فور ميكانيكال تريتريشن اللي هو الان نستعمل فيه كله موجود، احنا قلناها الكلمه هذه للمعرفه فقط، موضوع المانيوال. فور ميكانيكال تريتريشن ذا امالجميترز اللي هو جهاز اسمه امالجميتر ار يوزد، ذا امالجميترز ار يوزد، هذا في حاله الميكانيكال تريتريشن. ذا بروبر ميكس امالجم شود لوكس برايت، المفروض احنا كيف نعرفوا ان الامالجم هذا اللي جابت لك ممرضه في العياده هل هو شكله صحيح ولا لا؟ كيف تعرف انت كطبيب؟ المفروض يكون برايت، اللون بتاعه لماع، هوموجينيس، تكون متماسك مع بعضها او متجانس، كلمه هوموجينيس معناها متجانس، ويكون كوهرنت اللي هو متماسك، كتله متماسكه متجانسه وبرايت لماع، ان سموث تلقاها ملسه. هذه كلها أشياء أنت من خبرة تقدر تقيمها تعرف أن الأمالجم صحيح ولا لا.
It should not be touched with hands because of the moisture sensitivity and mercury toxicity. مفروض ما تلمساش بيدك باش تعرف. لأن إذا لمست يدك هيؤدي إلى sensitivity و toxicity. احنا نعرف الميركري في موضوع اسمه mercury toxicity. هو سمية أو حساسية الميركري. هذا ما يخص موضوع التريتيشن. طيب احنا شنو درنا؟ خلطنا الميركري وحكينا عنه سوري خلطنا الأمايغم وحكينا عنه الطريقة اسمها التريتيشن. شنو العيوب نتاعها؟ لو ان درنا اوفر تريتيشن لو اندر تريتيشن شنو بيصير؟ فهمنا شنو المواصفات انك انت كطبيب تفهم وضعيه الامايغم كيف يكون شكلها على الاقل بعد تشتغل تعرف تقول فعلا الامايغم صحيح خلطته مضبوطه ولا لا. مع الخبره حتكتسب الاشياء هذه. تو جينا خذينا الامايغم وين بنحطوه؟ بنحطوه في الكافيتي. حطيناه في الكافيتي. في مرحله اخرى حنستعملها وهي اسمها كوندنسيشن. هي عمليه رص او دك عمليه الامايغم. كيف ما تجيب مثلا حاجه وتدك على الارض باش تعطي قوه اكثر. الاقل بعد تمشي عليها شيء معين او تستعملها مش حتنزلط او مش حتكسر حتى مع الفارق حتى معنى الكلام هذا وين موجود في الامايغم. احنا عندنا كافيتيرنا كلاس 1 مثلا جبنا الامايغم استعملنا الامايغم فرضنا كلاس 1 فرق شو بنديروا؟ بنحطوا طبقه الامايغم الاولى حندير لها كوندنسيشن دك وندور الطبقة الثانية ودك والثالثة ودك لين نكملوا الكافيتي نعبوها بالكامل. لو عرفناها شنو هي المرحلة هذه أو الطريقة اسمها هي it is the process of forceful placing of fresh amalgam mix into details of the cavity preparation. هي عبارة عن طريقة أو مرحلة إني نضغط بقوة على الفريش أمالجم اللي هو الأمالجم اللي جبتها الجديدة اللي كيف طالع من الماكينة هذه أو الجهاز نحطوه طبقات في الكافيتي ونرص عليه. ليش؟ انتو ديتيلز وين يمشي؟ يمشي في التفاصيل متاع الكافيتي. شو المقصود بالديتيلز؟ المقصود بها الكافيتي وولز اللاين أنجل البوينت أنجل كل تفاصيل الكافيتي من داخل مش غير عبارة عن حفرة سنية ونعبيها من فوق خلاص. لا مش هيش كل موضوع نعبيها ونديرها دك باش نحاول ندخل الأمالجم في كل امالجم في كل تفاصيل الكافيتي. هذه الفكره او الموضوع بتاعك. شنو الغرض منه؟ ليش كما قلنا المره فاتت ما نحطوش الامالجم وخلاص؟ ليش نديروا في عمليه كوندنسيشن؟ لعده اسباب. مثلا واحد good adaptation of the amalgam to the cavity walls and margins. ضروري يعني الكوندنسيشن منها باش الكافيتي او باش الامالجم يصير له ادابتيشن لان الامالجم يلصق في السن ولا الكافيتي ياخذ قوته من موضوع الادابتيشن. good adaptation of the amalgam to the cavity walls and margins يمزي كل الوالز والمارجنز. good adaptation to the amalgam together. الامالجم نفسه بعد يلا كوندنسيشن يتكاتف ويلصق في بعضه ويتماسك. ثلاثة remove voids باش نتخلصوا من الفراغات لأن إذا كان درنا الأمالجم حطيناها في الكافيتي بدون ما ندير كوندنسيشن كويس حتبقى في فراغات هوائية موجودة بيناتهم. نعمل وقت المريض حيبقى في الماستيكاتري في الماستيكيشن حيمضغ على سنه حيستعملها الضغط على السن أو على الحشوة حيخلي الفراغات لوطة حيتكسر الحشوة. النقطة الرابعة اللي هي remove excess mercury. أنت بعد تدير كوندنسيشنز الجزء بتاع الميركي الزايد حيطفح على سطح السن ولا سطح الحشوة وتخلص منه. increase the density and strength وفي النهاية حتحصل على density أو كثافة عالية للحشوة وقوة أكثر. والنقطة الأخيرة اللي هي reduce or prevent micro leakage وفي النهاية حنمنعه ولا نقصه إلى حد ما أو بشكل كبير اللي هي موضوع المايكرو ليكج. الأمالجم is transferred to the cavity amalgam carrier. طيب اوكي احنا الان كيف نقلناها الامالجم للكافيتي؟ عباره عن حاجه اسمها كافيتي او امالجم كارير ناقل الامالجم. خذيناها الكلام هذا في الانسترومنتيشن في موضوع خص الانسترومنتيشن تكلمنا ووريناكم شو شكل الكارفر هذا سوري الامالجم كارير. It is then condensed بعد نقلناه بالكارير هذا الحامل اسمه امالجم كارير للكافيتي. It is condensed either manual or by using condensers or mechanically using vibrator. في مجموعة أنواع للكوندنسيشن منها المانوال اللي هو الكوندنسر وممكن نستعمله الفايبريتر جهاز يتحرك بالموجات وكذا لكن المستعمل هو الكوندنسر. الكوندنسيشن should be done immediately after trituration and completed within 3-4 months. أنت بعد تشتغل حتى في سنة ثانية في المعمل وتدير حشوة أماجم مش تقعد تراجي لين امالجم سيدي ستيك. لا الكوندنسيشن ضروري يتم مش تقعد كل مره تدير في كوندنسيشن لين الوقت يضيع منك وما عادش تقدر تدير المرحله اللي بعدها حنحكي عنها اللي هي البرنشنج والكارفنج.
ضروري الكوندنسيشن بتاعك يتم في حدود 3-4 دقائق من خلط الماتيريال نفسها في التريتوريشن وجاي التقليه حطتها في السن. الكوندنسيشن والمرحله كلها ضروري يتم فيها حدود بالكثير 3-4 دقائق. كوندنسيشن شود بي ستارتد وذ ذا بروكسيمال بوكس ديبست بارت اند ريتينتيف بارت اوف ذا بريفيرد كافيتي اب تو ذا ليفل اوف بلبر فلور. في كلاس 2 مثلا عندنا عباره عن بلبر فلور اكزل وول وجنجفل سيت وجنجفل وول. الكلاس 2 فيها بروكسيمال بوكس وفيها كلوزل بورشن. اول حاجه ضروري نعبوا البروكسيمال بوكس هو الاول. احنا طبعا في كلاس 2 بنستعمل حاجه اسمها ماتريكس باند حنتكلموا عنها ان شاء الله في المحاضره القادمه اللي هي استعمال ماتريكس باند لكلاس 2 مثلا. فرضا ضروري نعبوا في الديبست بارت الاول اللي هو العمق الكافيتي المكان اللي عميق جدا نعبوه كله لنجوع المستوى بتاع البلبر فلور. وبعدين نعتبر الكافيتي كافيتي واحده ونزيد نعبوها مره ثانيه لنوصلوا على الكافيتي مارجن او حدود الكافيتي. هذا المقصود من الكلام. معناها ضروري نحط وين الكوندنسيشن يبدا وين في البروكسيمال بوكس هو الاول قبل الكلوز بورشن. Therefore, better elimination of excess mercury and adaptation are obtained. وفي النهاية نحصلوا عليه ان نتخلصوا من الميركري ونحصلوا good adaptation. Overfilling of amalgam should be done. بعد تعبي الكافيتي ضروري تعبيها بالكامل انت فيل بمعنى اخر او يطلع منها الحشوة. ما نجيش نحطوا الحشوة نعبوا الامالجم على حدود الكافيتي، لا ضروري نزيدوا شوي. ليش؟ لان في المرحلة الاخرى اللي هنستعملوها الكارفينج حيطلع منها امالجم جزء منها حيتحول باش ما نعتاش تبقاش اندر فيلينج. كل ما تكون عندك مثلا كافيتي معبيه مالجم بنسبه اكثر من البوردر لاين او الكافيتي مارجن نقدر بعدين في عمليه الكارفينج ما يصيرش نقص في الامالجم. قلنا احنا اوفر فيلينج اوف امالجم شود بي دن. ليش؟ ان اوردر تو جيف تشانس فور كارفينج اند تو ريموف اكسس ميركوري اون ذا اوتر سيرفيس. Small size condenser are recommended for a proper condensation in the prepared cavity. طبعا احنا طبعا عندنا في موضوع الكافيتي بريبريشن ماذا بينا الكافيتي تكون قلنا الوت بتاعها يكون حوالي الربع للثلث بالكثير اللي هي الانتركات بتصدرس معناها حتكون المسافه بسيطه. عاده الكوندنسر الصغير هو اللي يدخل في الكافيتي، الكافيتي بعد تكون صغيره اللي هو الوت بتاعها الارض بتاعها حسب المطلوب الكوندنسر الكبير مش حيدخل. مش هيدخل في التفاصيل الكافيتي، ولهذا يفضل تستعمل سمول كوندنسر في حاله الاوبتيمال كافيتي اللي هو الكافيتي المناسبه اللي درناها ماهيش واير ماهيش واسعه. هذا بالنسبه ما يخص الكوندنسيشن. نجو الان نتكلم ما يخص البيرنشر، المرحله اللي بعدها اللي تجي بيرنشر معناها التدليك. شنو يقصد بها؟ عندنا مرحلتين، عندنا مرحله اسمها بري كارفينج ومرحله بوست كارفينج بيرنشر. احنا شنو درنا؟ جينا نقلنا الحشوه ونقلنا الامالجم حطيناها في الكافيتي، درنا له تريتوريشن، درنا له الكوندنسيشن، دكنا دك صحيح، بعدين بنجو ندرو له بيرنشر. نستعمل بيرنشر على اداه معينه اسمها البيرنشر تستعمل لعمليه التدليك او لعمليه الضغط على الامالجم، وبعدين حندرو الكارفينج وبعدين ندرو بوست بيرنشر. قلنا موضوع البيرنشنج كما قلنا نظري على اساس ان يوجد بري كارفنج بيرنشنج وبوست كارفنج بيرنشنج. Immediately after condensation the restoration should be burnished using light stroke from amalgam to tooth surface. Light stroke معناها بشكل خفيف او حركه خفيفه بدون ضغط قوي على الامالجم. ودائما البيرنشر حيكون الحركه نتاعها من وين؟ من الامالجم الى عند التوت سيرفيس، معناها تجي في نص الكافيتي من الحشوه نفسها وتحرك البيرنشر الى الاجناب او الحدود التوت ستراكشر، معناها الستروك اللي هي الحركه حتكون من الامالجم لعند التوت سيرفيس. يوزنج لارج بول بيرنشر واللي هو بري كارفنج، هذه الطريقه اللي هي قبل ندير كارفنج. حندير عمليه تدليك ناخذ البيرنشر و المشوع على الحشوه يوصل من نص الحشوه او من الامالجم من الحشوه الى عند التوت سيرفيس. ذا امالجم سيرفيس از ميد سموث يوزنج سوتبل سمول سايز راوند بيرنشر اند يوزنج لايت بريشر اند هوموجينيس سموث سيرفيس از اوبتيند اللي هو بوست كارفنج. وبعد نديروا الكارفنج اللي نحكوا عنه حنحكوا عنه بعد شوي ثاني اللي هو نديره مره ثانيه بيرنشنج ثاني، في النهايه حنوصل الى سموثنينج اوف ذا كافيتي.
الغرض من البرنشر ليش ندرو في البرنشر؟ ليش ما ندروش مثلا كوندنسيشن وبعدين ندرو كافينج على طول؟ اول حاجه الهدف بتاعها ريديوس فويدس اون ذا امالجم سيرفيس. حيبقى الامالجم سيرفيس على سطح الامالجم ما فيش فراغات، نتخلص من موضوع الفراغات. It brings excess mercury to the surface. كل ما ندير برنشر او ندير العمليه التدليك هذه حنتخلصوا من موضوع زياده الميركوري وتطلع على السطح ونتخلصوا منها. النقطه الثالثه helps to adapt amalgam to the cavo surface. يخلي الامالجم يصير مور ادابتيشن وين في الكافو سيرفيس بتاع الكافري. المرحله السادسه اللي هي الكارفن، تو احنا درنا التيتريشن ودرنا الكوندنسيشن ودرنا البرنشن، جزء اللي هو يتعلق ما قبل الكارفن حنستعمله الان كارفن. هو شنو عباره عن الكارفن؟ هو عباره عن امالجم شود بي كارفن، كيف نقولوا له النحت، اللي هو نحته او نطلعوا الديتيلز بتاع الحشوه. Amalgam should be carved when it reaches suitable stage of hardening. بعد نحط الأمالجم يصير للسيتنج ويوصل لمرحلة معينة يتماسك كويس، ناخذ الكارفر اللي هو أداة معينة أخذناها في الانسترومنتس ورناها لكم، حنديروا بها عملية كارفينج. الكارفينج القصة الهدف الفكرة بتاعها انك انت تدير تطلع التفاصيل، لأن السن قبل يصيرها تسوس وقبل تديرها حشوة كان موجود فيها اللي هو نقوله مثلا في كلاس 1 فرضا عندنا كروزل سيرفيس. شنو فيه الكروزل سيرفيس؟ فيه البتس وفيه الفشر وفيه الفصه وفيه الكسبات وفيه الانكلاين، ميول الكسبات، كل اشياء موجوده لان هذه سن فيها اناتومي معين متعلق بسن فوق منها حتى فيها اناتومي. ما يجيش حد يعبي لي السن كلها حشو ويخليها سموث او يخليها متساويه، كيف انك حاط حفره معينه معبيها شيء معين ومخليها طبقه واحده، لا، لانها اللي عبيتها السن هذه ضروري تكون بطريقه معينه باناتومي معين لانها حتستعملها، لان جزء من تركيبه الفم حتبقى سن موجوده للاستعمال، حتبقى فوق منها سن ثانيه وضروري تكون بالاناتومي اللي كانت موجوده به قبل. ولهذا الغرض نتاعها شنو؟ هذا الاوبجيكتيف. ليش نديره في كارفن؟ ليش ما فيش حد يخليها هيك وخلاص؟ اول حاجه تو جيف اناتوميكال فروم دورستريشن، باش نطلع اناتوميكال من الريستوريشن. احنا كما قلنا عندنا سن طبيعيه كان فيها اناتومي، الاناتومي هذا او جزء من السن تكسر او تحول نتيجه تسوس، قعدت حفره كافتي جينا حطينا فيها حشوه، الحشوه هذه ضروري ندرو لها موضوع او عمليه الكارفينج باش نطلع الاناتومي الكلام يكون نقولوا فيه. اثنين تو كفر اول مارجنز اوف ذا كافتي ود امالجم وداوت اني شولدرينج، باش نعبوا كل المارجن حدود الكافتي ما نخلوش الامالجم طالع شوي، شولدر مع هذاك الكتف طالع شوي بارز شوي فوق من الحاشيه او حدود التوت سيرفس. النقطه الثالثه اللي هي برودوس ريستريشن وذ مينيمال مارجن اوفر هانج، باش هنا انت خلصوا من حاجه اسمها مارجن اوفر هانج. وين بتكون مارجن اوفر هانج؟ اللي هي في المارجن ريدج، ونعرفوا احنا شنو هي المارجن ريدج في الاناتومي، حكينا عنها الموضوع هذا. تو برودوس ريستريشن ود مارج اقل مارج ريدج اوفر هانج، هو عاده الاوفر هانج تقدر تشوف الاكس راي تلقى الامالجم بارز في اتجاه الجنجفه من تحت في كلاس 2 طالع من مكانه او بارز من مكانه، موش على حدود الكافتي على البك واللينجوال سيرفس. النقطة الرابعة تو بروديوس او تو ريبروديوس مارج ريدج، النقطة الرابعة ضروري نكون مارج ريدج في كلاس 2. كلاس 2 حنبقوا فاقدين مارج ريدج سواء كان في الميزو ولا في الدستل، وهذه مهمة جدا لان المحاضرات السابقة قلنا لكم راهو في زوز اشياء مهمه في السن كاناتومي، دائما الطبيب يحطها في باله هو يدير يحفر في السن، اللي هي الكسبات والمارجنج، هذه مهمه جدا جدا، تعرف السن قديه فيها كسبس قديش فيها مارجنج، كيف كان شكلها الطبيعي باش بعد تحفر تحافظ عليها، لان هذه يعطي في قوه السن، كل ما تكون المارجنج موجوده تكون الكسبه موجوده تكون السن قويه جدا. ولهذا ضروري نطلع المارج ريدج من جديد لان المارج ريدج خسرناها. ليش سميناها كلاس 2؟ لان اصبحت يا ميزيل يا ديستال وول انفولفينج. احنا كلاس 2 شو معناها؟ معناها كيريس انفولفينج بروكسيمال سيرفيس اوف ذا مولر تيت. بروكسيمال سيرفيس شنو هو؟ اللي هو الميزيل ولا الديستال؟ شنو كان فيه الميزيل والديستال؟ كان فيه المارج ريدج. ضروري نطلعوها من جديد ونكونوها بعمليه الكارفي. To make the restoration functional with non-interfering occlusal anatomy. ما يجيش حد يدير لي فيها حشوه ويخليها عاليه او فيها زياده، لانك انت
بعد عملية المضغ اللي مسكتي فورسز الفك اللي هو اللور جو حيتحرك يصير عملية دوران فيه في حالة الماستيكيشن في جزء الفانكشنال مثلا واحد يأكل على الجهة اليمين فرضا الجهة اليسار إذا كان فيها حشوة وبتحرك الفك السفلي على الجهة اليمين ما يصيرش إعاقة لأن الحشوة عالية في السن اللي فوق منه هذه الفكرة من الموضوع اللي هي to make the restoration functional يشتغل with non-interfering الكلوز الاناتومي ما فيش انترفيرنج للكلوز ما يصيرش اعاقه للاناتومي اللي هو الكلوز في الماستيكاتير النقطه الاخرى اللي هي تو ميك بروبر كونتاكت اريا ود ادجسنت وود هذه نقطه مهمه جدا جدا في حاله الاماجم اللي هي موضوع الكونتاكت اريا ضروري تكون كونتاكت في بعض الحالات نشوف فيهم في العيادات بعض المرضى عاملين حشوات اماجم والطبيب اللي دارها مش غير قادر ان يخلي الحشوه تلصق وين في السن المجاورة له حيبقى في open contact مفتوحة المريض يقول قديم الأكل يحصل فيها الحصول الأكل غير قادر هو ينظفه كويس شين بدي يؤدي إلى pocket جيب ما بين اللتة وبين السن bleeding ويؤدي إلى البون أو العظم الموجود حيصير تأكل نتيجة البريودونتايتس ولهذا حيخسر السن متاع المريض مرات ولهذا أنت الفكرة أنك أنت ضروري تحصل على good contact أو proper contact صحيح area proper contact area with adjacent tooth هذا بعملية استخدام ماتريكس باند والوجه هنحكي عنها إن شاء الله المحاضرة القادمة النقطة الأخرى هي to produce restoration which is non-interfering with periodontium اللي هو تنتج restoration ما يكونش فيه بروز overhang ويدير في irritation للقم ويؤدي إلى مشكلة للبيريودونتيوم أو لللتة use sharp carving instruments طبعا في حاله الكارفنج شو بدي استعمل ضروري يكون الكارفنج بتاع sharp and strokes from the tooth surface to amalgam ضروري الحركه بتاعك وانت تدير في الكارفنج تكون من وين من التوت سيرفيس لعند الامالجم along the tooth surface interface معناها تكون تحط الكارفر جزء منه حيكون على السن جزء منه على الحشوه والحركه بتاعك تكون من وين من التوت سيرفيس لعند الامالجم طبعا sharp scoliosis في مجموعه انواع من الكارفرز سميناها لكم مرة في المحاضرات السابقة في الانسترومنتس هي مثلا ديسكويد كيلويد هذه ممكن نستعملهم الاكسكيتر كارفر فيها نوع اسمه هولينبيك كارفرز ممكن يستعمل كلها حنديروا شيف ذا مالجم دايركشن فروم قلنا كيف سيرفيس انجل تو ذا سنتر بيفور ريموفينج ذا ماتريكس اول ذا بريفرز شود بي استابليشد ان ذا ريستوريشن ويذ اكسبلورر في حالة كلاس 2 قبل تحول ماتريكس بان تاخذ الاكسبلورر وتحول كل الحواشي نتاع الحشوات الزايده او الحشوه الفيلنج الزايد باش تبان عليه في المارج ريدج مو حدود الكافيتر وبعدين ندير الكارفر ذا انيشال كارف كودينج فورميشن اوف ذا مارج ريدج شود بي دن بيفور ذا ماتريكس از ريموفد قبل تحول ماتريكس باند ضروري انك تكون المارج ريدج افتر ذا ريموفينج ذا ماتريكس باند اور ذا ماتريكس ذا كارفينج از كومبليتد ويذ امالجم كارفر تو استابليش ذا كونتورز جروفز ريدجز فوسا هذه كلها اشياء كانت في السن الطبيعية موجودة الجروفز ريدجز الفصة لكل أشياء أو الكونتور بتاع السن كلها موجود تشيك ذا كلوز كونتاكت وذ بوبزنج توت وذ ارتكليتنج بيبر حتستعمل في العيادة حاجة اسمها ارتكليتنج بيبر اللي هي توريك إذا كان في هاي بونز لأن إذا كان في هاي بونز الحشوة عالية حتسبب لك مشكلة وين تنتقل للبلب حتدير لنا بلبايس وتدير لنا مشاكل بدل من كانت حشوة بسيطة حندخلوا في موضوع حشو عصب وأشياء ثانية ولهذا ضروري نديروا تشيك لعملية الكونتاكت فلوز الكونتاكت هذه طبعا يسمو فيها premature contact الانتربروكسيمال كونتاكتس ار لوك تشيك فور تايتنس اللي هو انتربروكسيمال مقصود منها الكونتاكت اللي هي نقول الكونتاكت اريا اللي هي ما بين الاسنان ار تشيك فور تايتنس اند ذا مارجنز فور اوفر هانج حتشوفها من ناحيه تايتنج التصاقها في السن وتشوفها من ناحيه اوفر هانج بروز الامالجم في اتجاه اللتة بارز اكثر من حدود الكافيتي The patient is then inserted, instructed not to chew on the side for. في بعض الحالات تقول المريض إن ما ينضغش لمدة 24 ساعة وكذا. النقطة الأخيرة اللي هي finishing and polishing. إنك تجيل الفينيشينج والبولشينج وتديل عملية الفينيشينج والبولشينج للأمايل. aims of finishing and polishing it helps to remove overhang, تحول overhang, scratches, irregularities. So that the smooth surface تحصل عليه can be obtained biologically acceptable to oral tissue. البكتيريا مش هتقعد في مكان
سموثنج ما كان يكون سموث والتخلص من البكتيريا وتبقى الحشوة نظيفة ما فيهاش تراكمات من الطعام. introduce the tarnish and corrosion, تنقص التارنش والكوروجن. introduce and prevents, تنقص وتمنع الفود and the black formation, so prevent secondary or recurrent caries. ما تخليش الأكل يحصل والبليك اللي هو يلصق في الحشوة ويؤدي والسن يؤدي إلى تسوس آخر. The amalgam should be polished 24 hours condensation after condensation to avoid disturbing its crystallization. الأمالجم should be polished, تلمع إذا كانت دي تلميع بعد 24 ساعة من الكوندنسيشن after condensation باش تمنع عملية disturbance. إذا لأن التصلب بتاع الحشوة ياخد حدود 24 ساعة باش يبقى قوي جدا, لكن لو استعملنا الهاند بيز في عملية البولشينج حتأدي إلى خلل في موضوع. ولهذا يفترض أنك أنت تدير بولشينج after 24 hours.